أولى مساحتنا الصباحية سالي رح تكون عن السياحة والمعلومات والجغرافيا والتاريخ. خلينا نقول اليوم رح نحكي عن قاسيون بين الجغرافيا والتاريخ، وجولة بأشهر الأحياء المنحدرة منه وأهم المحطات اللي شهد عليها هالجبل المطل على دمشق. رح نتعرف على كتير تفاصيل ومعلومات أيضا مع الباحث والدليل السياحي عبد الرزاق الحمصي. سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. أهلا وسهلا. صباح الخير. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يعني زينب ذكرت بالبداية قاسيون، نحن أول ما نبلش أو أول ما بدنا نحكي عن الشام منقول من قاسيون أطلي ويا وطني. يعني هون بدنا هيك نتحدث عن جبل قاسيون، عن تضاريسه، عن خلينا نقول مو بس الشيء الجغرافي، الشيء الروحي لقاسيون. طبعا مثل ما قلتي انه دمشق هي قاسيون وقاسيون هي دمشق. هلا دمشق اول ما سكنت انسكن بقاسيون، بسفح قاسيون، نعم، واطراف الغوطه. هذا الحكي من مليون سنه. كانت دمشق عباره عن بحيره يعني او مستنقع، ما كانت تنسكن. بعدين انتقلوا لدمشق الحاليه، بس السكن الاول للبشر بدمشق هو سفح قاسيون واطراف الغوطه. قاسيون تضاريسيا ما بلش فيه اول شيء. قاسيون بيصير جنوب سلسله القلمون. القلمون كلمه اراميه بتعني اقلام، اقلام حجريه. نعم. اخر قلم هو قاسيون. ارتفاعه تقريبا 1100 متر عن سطح البحر، شيء 300 متر عن سطح المدينه. طبعا كلمه قاسيون هي المكان اللي ما بيبت فيه الشجر. نعم. او الاقرع كمان هي كلمه اراميه، غير بالعربي بتعني القاسي، بس هي اساسا اراميه. الجبل بهالموقع تبعه بيجي برده من الغرب. قبل ما يصل لقاسيون بيتفرع سبع فروع من حي اسمه الربوه، وبيتراقص الفروع السبعه بتتراقص حول قاسيون. هي تقريبا نحتت السفح تبعه. الفروع هذا عم نحكي من ملايين السنين. نعم. هي عن تضاريسه. نعم. محيط بقاسيون احياء رائعه جدا وجميله جدا. كنا نحكي نسالك عن الاحياء المتفرعه، يمكن ما كثير عالم تعرف الاحياء المتفرعه. هلا عم نحكي شيء اللي شيء الناس اللي كثير ما بتعرفه. اهم حي باحياء قاسيون هو الربوه. الربوه كمان كلمه اراميه بتعني الرابيه او مطله. مطله. هذا الحي كان في جبل كله شلالات بتنزل فيه، بعدين اتعمر فيه قصور وبيوت، وفي كان دير مهم جدا اسمه دير مران. دير مران هذا بيجي المي فيه لقلبه من الشلالات وبيخرج من بيت لبيت لبيت، يعني مناظر كتير جميلة. هذا الحي سكنوا الأمراء وحكام دمشق، سكنوا بهذا الحي وبنى، كان من أجمل أحياء دمشق. هذا الربوة. في حي تاني بعد منه أو حيين اسمهم النيربين، النيرب الأعلى النيرب الأسفل. النيرب الأعلى يلي هو تقريبا لأنه قصر تشرين هالمنطقة هي ولحد مشفى الأطفال، هي النيرب الأعلى. النيرب الأسفل هو أرض كيوان وحديقة تشرين، هي النيرب. هدول أجمل حيين، كان فيهم طواحين مي يعني بيطحنوا الحبوب من خلال قوة المياه. لحد الآن في مطحنة تحولت لصالة عرض فنون جميلة، وكان في توزيع مياه وفي أقواس، في أقواس وفي مشاريع المياه اللي كانت فيه كتير حلوة، وكان فيها أشجار كتير جميلة. ومن ضمن هذا الحي بنيرة بالأسفل سكنت جدة المسيح حنة. هاي معلومة جديدة كله. هلا بنحكي نحاول نحكي معلومات كلها. تماما. عم اجي بالتدرج. المهاجرين. المهاجرين دائما كانت دمشق حاضنه للناس اللي كانوا يضطهدوا بكل انحاء العالم. كانوا يهاجروا لدمشق. وهذا الحي، حي المهاجرين، هو الحي اللي كانوا المهاجرين من كريت، من البانيا، في شركس، في جزائريين كمان اجوا، كلهم سكنوا بمنطقه اسمها مهاجرين، تجمعوا لهم، بالاضافه كان في سكان من دمشق كمان معهم. بنتقل للحي الأجمل كمان كثير، كلهم أحياء جميلة، بس حي مهم جدا أنشئ بقرن 12 وقت إجوا الصالحين المقدسيين، إجوا من القدس وسكنوا بهذا الحي.
سموه الصالحية نسبة للصالحين اللي كانوا سكنوا فيه بقرن 12. أهمية هذا الحي كثرت المدارس فيه، كانت تتزاحم المدارس فيه. على فكرة من قرن 12 لقرن 16 انبنى 500 مدرسة بدمشق، أغلبهم كانوا بالصالحية. والممتع بالأمر هذا المدارس مين بناها؟ أميرات نساء، وكان مشرف عليها نساء. أنا دائما بقول إنه المرأة كانت قيمة عليا بالحضارة السورية لحد لحد العثماني، وللأسف هدول 500 مدرسة وقت إجا العثماني أغلبهم سكرهم. العثماني دخل دمشق 516 كان في 500 مدرسة، 1516 كان في 500 مدرسة بسوريا. بعد 400 سنة خرج من دمشق، عفوا خرج من دمشق، كان في فقط 10 مدارس. العثماني لم يعرف العالم، أنا بدي أكرر، لم يعرف العالم غازيا أخضر من العثماني، كان عدوه الرئيسي العلم والتعليم والمتعلمين. هي من أجمل الأحياء. وفي بالمهاجرين نحكي لسه شوي على الأحداث اللي صارت فيه. هلأ تاريخيا هذا الجبل، وتقول دمشق وتاريخ دمشق، هو جبل قاسيون. هذا كان جبل يعني رمز القوة، رمز صمود، رمز بقاء سوريا حتى. يعني كانوا الحكام اللي حكموا دمشق عبر التاريخ كلياتهم كانوا يعتكفوا أو يقيموا بجبل قاسيون، ياخذوا منه قوة ويعطوه قوة. ولهلأ يعني جبل قاسيون كان هيك رمز قوة، بيعطيه قوة ويعطيه سيطرة للحاكم. كان بنحكي كثير في مغرب جبل قاسيون كانوا يقيموا فيه الرهبان، يعني في تقريبا أكثر من 150 كهف كانوا مكان إقامة للرهبان ويعتكفوا. في أهم كهف أو مغارة هي مغارة الدم بإلولا أو جامع الأربعين. جامع الأربعين فيها 40 محراب، هي بالذات كان يعتكف فيها الخلفاء والأمراء، يعتكفوا بهالمغارة. إطلالتها كتير جميلة، يعني مو موظفة كتير سياحيا، بس هي للسياحة الدينية إطلالة رائعة جدا وبطل. اندفن بقاسيون كتير عظماء مثل الشيخ محي الدين بن عربي، وفي أنبياء اندفنوا فيه. وفي من تاريخه والأساطير الحلوة الدينية إنه إبراهيم عليه السلام 1800 قبل الميلاد عاش بقاسيون وبمغارة الدم، وقابيل قتل أخوه هابيل كمان بمغارة الدم اللي عم أحكي عنها. في كتير قصص صارت بعدين. دمشق حكمت العالم بقرن السابع والثامن الميلادي. جيش الشام طلع وصل للصين ولأسبانيا. أنا بقول هو جبل قاسيون اللي حكم العالم بهذاك الوقت، من إسبانيا للصين بالقرن السابع والثامن الميلادي. دائما أنا الصبح هلا كنت عم اشرب شاي وكنت عم طلع على قاسيون، كان بيتي بيت أهلي، أفتح الشباك أول ما شوف جبل قاسيون. وأول صورة أنا صورتها واحدة لأمي وواحدة لجبل قاسيون بسنة 68-69. أهميته التشجير والأعشاب اللي فيه، هي اللي في ناس ما بتعرفه كتير. في أعشاب طبية من عنا وثائق عن بيمارستان النوري بقرن 12 كان يستخدم الأعشاب الطبية الملتقطة من جبل قاسيون. خلينا نشوف، كأنه جايب لنا صور. جايب أنا صور، هي كلية العلوم جابت الدراسة. تفضل عرضنا إياها إذا بتريد. هي أحد الأعشاب. شو هي العشبة؟ هلا أسماء علمية فيها، في مئات الأعشاب. هي ملتقطة من جبل قاسيون. حلو. واضحة بعتقد. تمام. هي دراسة سويتها كلية العلوم 1963، يعني من فترة طويلة. هلا للأسف فرجيتها لعالم نباتات هولندي. اللي هي النباتات منقرضة موجودة عندكم، معناتها هذا شيء عظيم. كانت تستخدم بالعلاج. بيمارستان النوري كان ياخذ أعشاب من قاسيون ومن الغوطة. يعني أنا عندي مجموعة تقريبا شي 100 وحدة من هدول. حلوين كتير. إيه هدول وثيقة إن شاء الله منتبرع فيهم لمتحف الطب والعلوم عند العرب، موجود بميمارستان النوري. السفح قاسيون قلت لكم ما كان ينزرع، ما كان في زراعة. القمة تبعه ووسطه بس السفح كان مزروع بالنخيل والزيتون والحمضيات. نعم. وصار مشروع حلو كتير بقاسيون من تقريبا من 20 سنة، هو مشروع تشجير جبل قاسيون.
تشجيره المنطقة الصخرية والانحدار الصعب كمشروع هو كتير 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 صعب، لأنه صعب حفر ساو مدرجات ونقلوا التربة من غوطة لقاسيون وزرعوا 600,000 شجرة. هلأ المشروع لازم يستمر إن شاء الله، بعد الأحداث بيرجع بيتكمل. هي عبارة عن رئة إضافية لدمشق، 600,000 شجرة لحد هلأ. هلأ بالمنطقة فترة الربيع بتشوفون كتير وهلأ بيبينوا، يعني تقريبا هي اللي تشجر تقريبا 5 أو 7% من الجبل. بس المشروع كان الله يرحمه حافظ أسد هو اللي صاحب فكرة المشروع، أنه الواجهة بالكامل تتشجر، وإن شاء الله جيلكم أو الجهة القادمة بيشجروا هذا الجبل. في كتير معلومات، هلأ في عظماء زاروا هالمكان. غليون الثاني، نعم، امبراطور المانيا 120 سنه تقريبا. انتم بتكونوا ماشيين بالباص بيقولوا مهاجرين مصطبه، مين نازل؟ تماما. المصطبه هي صارت وقت غليون الثاني عملوا له مصطبه مشان يستقبل الزوار، هي بهالمنطقه هي بجبل قاسيون، وهو اختار هالمنطقه هي. من العظماء او من الناس المشاهير اللي كانوا يطلعوا على قاسيون عبد القادر الجزائري والشيخ الحمزاوي، وفي مستشرقة اسمها جين ديكبي، كانوا يطلعوا، وزوجة القنصل البريطاني كان يطلع على قاسيون مشان هالإطلالة. دمشق كانت تتسكر بالنهار، هن بدهم ياخذوا حريتهم يضلوا لبعد المساء، وهالمنظر اللي بيشوفوه دمشق، المنظر البانورامي تبع دمشق من الجبل، يوقفوا يشوفوا هالمنظر هاد ويتحدثوا ويحكوا. هدول الأربعة كان لهم دور يعني منيح بوقت فتنات، وكان لهم دور، خاصة جندكبي. بعض المستشرقين هنا سيئين، بس جندكبي كانت كتير منيحة لدمشق، وخاصة هنا كان لهم دور بوقت الفتنة اللي كان في وراها قنصل فرنسا والوالي العثماني 1860. فتنة وظفوا بعض الرعاة على إثارة فتنة بدمشق القديمة، هدول الأربعة كان لهم، وكانوا هنا هدول باحثين. وجندكبي إلى كتاب كتير حلو بيحكي عن سحر دمشق وسحر جبل قاسيون وسحر سوريا بشكل عام. الحديث كتير حلو على قاسيون، ما بعرف اذا لسه في معي وقت لنكمل. تفضل. هل تفضل دقيقتين معك؟ تفضل دقيقتين. هلا ممكن نحكي كلمه او اخيره، جمله اخيره. انا قلت جمله هون وفي ناس عم يفسروها بطريقتهم منيحة أو مو منيحة، بس هي لا جملة كتير منيحة. شوفوا سوريا ما بتموت وقاسيون ما بيموت، أنا بموت، كلياتنا بدنا نموت، بس سوريا باقية إن شاء الله أكيد، ودمشق باقية وقاسيون باقي، والموت عم يركع لقاسيون. تمام، بدنا نتمنى لك طولة العمر، وأكيد نحن باقين إن شاء الله يا رب دائما بضل قاسيون هو رمز للشام الجميلة. بدنا نتشكرك. كلمة أخيرة حابب تحكيها عن هيدا اللوحة بس باختصار. هي اللوحة، أنا وقت قلت جملة الموت يركع لقاسيون قلتها بال 2015 بهالاستديو هذا، نعم، وقت كان عم ينزل قذائف. نحن الموت ما بيخوفنا، الموت ما بيخوفنا. التقطها احد الفنانين الشباب هاي الكلمه وساوى لوحه مكتوب عليها، مو لوحه، ساوى تقريبا شي 7-8 لوحات كلهم مكتوب عليهم الموت يركع لقاسيون. على فكره هي الجمله هي شعار لمؤتمرات مغتربين صارت. حلو. الموت يركع لقاسيون، سوريا باقيه وانتصرها طالما قاسيون باقي. نعم، نحن نتشكر وجودك معنا والمعلومات اللي اعطيتنا اياها عن جبل قاسيون اللي طبعا مزين دمشق، خلينا نقول شكرا لك ونتمنى لك نهار حلو. واتمنى لكم كل خير ونشوفكم دائما بخير. شكرا لك. شكرا كثير لوجودك معنا.